دلوقتي معانا ثالث صنف واخر صنف معانا من صنف الحلويات الشرقيه اللي تنفع تتقدم في رمضان، وهيقدمها لنا الشيف محمود، وهي عباره عن العوامه بالطريقه باللهجه السوريه والزلابيه باللهجه المصريه. اتفضل يا شيف محمود. عباره عن 300 جرام من الدقيق، وعليهم 20 جرام لبن بودره، وعليهم 15 جرام نشا، وعليهم 15 جرام خميره بالشكل ده. والميه هتبقى حسب الطلب. لما هو حضرتك لما بتيجوا تعجنوها بتدوها انتوا الميه حسب الطلب، ما بيبقاش ليها معيار ثابت في الميه، تطلع منها الهواء بتاعها وتخليها سخنه، بعدين بتريح شويه والخميره بتاعتها تجري فيها، بعد كده تبقى نبدا نشتغلها. ودلوقتي العجينه قدام حضراتكم بعد ما جهزت من 20 ل 25 دقيقه تخمر، ودلوقتي هي جاهزه. ودلوقتي معانا السيرب اللي هنحطه فيها بعد ما تستوي، والزيت بعد ما خد درجه حرارته، والميه والمعلقه اللي هنشتغل بيها. هتتعمل العجينه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، بيبل المعلقه في الميه بحيث ان هي ما العجينه ما تلزقش في المعلقه، ويبتدي يقطع ويحط في الزيت. زي ما حضراتكم شايفين كده، يسيبها شويه تاخد درجة الحرارة بتاعتها. ودلوقتي بعد ما خدت درجة حرارتها هنشيلها من الزيت نص سوا زي ما حضراتكم شايفين، وهنسيبها تريح شوية مدة 10 دقايق. بعد ما خليناها ريحت من 10 ل 15 دقيقة، فهنرجعها النار تاني بحيث انها تاخد اللون الطبيعي بتاعها اللي هو الجولد. لازم تخش على درجة حرارة خفيفة في الأول عشان تاخد لسعة النار، بعد كده بتطلع بتخش على درجة حرارة 200-230 ماكسيموم. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي خدت اللون الجولد الذهبي بتاعها، هنبتدي نشيلها من الزيت ونحطها في العسل أو السيرب أو الشيرة عشان تشرب وتبقى طعمها مسكر وجميل. نبتدي نقلب فيها كده عشان تبتدي تتشرب من جوه ومن بره. لمدة 3 دقايق. ودلوقتي حضراتكم شايفين بعد ما شربت السيرب بتاعها هنشيلها ونحطها، وهنديها دمش خفيف، شوية فستق من على الوش، وتاكلوها بالهنا والشفا.